بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم بداية الكون ونهايته، يوم البعث. يقول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فيبسطهما ويسطحهما، ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى. من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله تعالى عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي. فيحيون، ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل فيحييان. ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا، وأرواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللذيذ، ثم تنشق الأرض عنهم، وأنا أول من تنشق الأرض عنها. فتخرجون سراعا إلى ربكم، تنسلون مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. حفاة عراة غرلا، أي كما ولدتهم أمهاتهم. فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما، لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الأذقان، وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه، فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد، فأقول: نعم يا ربي. فيقول الله عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم. فأقول: يا ربي، وعدتني الشفاعة، فشفعني في خلقك فاقض بينهم. قال الله: قد شفعتك، أنا آتيكم أقضي بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس
فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لا، وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فيحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم في تخوم الأرض السفلى، والأرض والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم. لهم زجل في تسبيحهم، يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، ثم يهتف بصوته فيقول يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون. شك أبو عاصم وامتازوا أيها المجرمون، فيميز الله الناس وتجث الأمم، ويقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن، فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى، قال الله لها كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يقضي الله تعالى بين العباد، فكان أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول يا رب فيم قتلني هذا، فيقول وهو أعلم فيم قتلتهم، فيقول قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه فيقول يا رب قتلني هذا، فيقول تعالى وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا ربي قتلتهم لتكون العزة لي، فيقول تعست
ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء. فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق ينادي: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير عليه السلام، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، ثم يتبع هذا اليهود ويتبع هذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقولون: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون، جاءهم الله تعالى فيما شاء من هيئته فقال: يا أيها الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون: والله والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون للأذقان سجدا على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه. سبحان الله. ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون،